وصل الآن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. السلام الملكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين بالعلم أرواحنا وأضاء بالمعرفة عقولنا، والصلاة والسلام
على نبي الهدى والسلام والبيان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، راعي حفلنا هذا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، ضيوف السعودية من كل مكان، أيها المميزون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أضيف جديداً إذا قلت إن التعليم يبني الأوطان ويؤسس الحضارات ويخلق ثقافة حية لكل زمان ومكان، ولذلك نهتم بالتعليم فكراً وتقويماً ومضموناً لنبني وطناً ونؤسس حضارة ونخلق ثقافة لأجيال نراهن أن أحلامها لن تخيب. ونحن في السعودية اليوم نصافح الدنيا برؤية طموحة، ومعها يكبر طموحنا التعليمي لأن يقف الكتف العلمي السعودي إلى جوار أكتاف العالم على قمم المعرفة. هل نستطيع؟ نعم، لأننا نثق بقدراتنا ويثق بنا الزمن. كيف نستطيع؟ بهمة شبابنا وشاباتنا وعزمهم الذي لا يلين. متى نستطيع؟ كلما آمنا أن خارطة التميز لا تضيق بنا، وأننا نتكئ على تاريخ لا ينقصه المجد. صاحب السمو، أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في المؤتمر الدولي لتقويم كريمة من قبل داعم التعليم والعلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وحين تستقبل أو حين نستقبل العالم في أحضان الرياض، فنحن نصادق على أن هذا البلد يوقد شمعة التعليم والثقافة والإنسانية ويحرسها بعطائه الكبير، فلا تنطفئ. وطني، وما حار العباد بقبلة إلا رأيتك سيدا مختارا. وطني، وما وهب الإله محبة إلا أفاض لعشقك الأقدارا. ماذا سأفعل بالكلام كرهته ما لم أرتل باسمك الأشعارا. سأعيد فوق ثراك كل قصائدي، إن القصيدة أن تحب مرارا. أهلا بكم. راح تبدأ معنا فترة تجربة لمدة 3 شهور. الله يوفقك إن شاء الله.
عزيز علمنا كيف قدرت تبهر لجنة المقابلة ومديرك بكفاءاتك ومهاراتك؟ هالشيء ابدا ما كان في نفس اللحظة، على العكس تماما، تطلب مني جهد ووقت واخذ كل طاقتي حتى قدرت احدد مهاراتي في المدرسة، وكان عندي الشغف والطموح لتطوير نفسي الين صرت اقدر اقنع الناس بشخصيتي عشان يثقون فيني. طبعا طورت مهاراتك في المدرسة؟ انا صحيح دراستي تفوقت مرحلة ثانوية والحمد لله، بس ما اذكر اننا قدرنا نتعلم ونكتسب المهارات اللي تمتلكها. فعلا، وانا حتى ما اذكر ان المهارات اللي تمتلكها ما شاء الله مرت علينا من قبل في الجامعة، كان الدكاترة بس يملوا علينا المواد وحنا نسجل في الدفاتر. انا لله الحمد ربي وفقني معلمين في المدرسة واساتذة في الجامعة عززوا عندي خلال المناهج اهمية امتلاك المهارات في المستقبل، وقدرت من خلال مشواري التعليمي أطور مهاراتي في مجالات كثيرة مثل حل المشكلات والتفكير الإبداعي وإدارة الوقت والتواصل الفعال. عشان كذا أنا دائما أسعى إني أنجح في حياتي. أصبح دور المدرسة والجامعة اليوم مختلفا عن السابق، فلم تعد رسالتهما محصورة في التأهيل العلمي، بل لابد أن تتضمن استهدافا للمهارات العلمية والحياتية التي أصبحت جزءا من مهامها، بل ومكونا رئيسيا في الأنظمة والمناهج التعليمية، وذلك لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة ولتلبية احتياجات سوق العمل والإسهام في تحقيق رؤية الوطن 2030. من هنا وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هيئة تقويم التعليم والتدريب وشركائنا، أولينا اهتماما بكل ما يعزز تنمية المهارات لدى المتعلمين واكتمال بنائهم المعرفي والمهاري، وذلك من خلال جميع مهامنا وبرامجنا بدءا من معايير المناهج ومرورا بمسؤوليات المعلم ومواصفاته وانتهاءا بتقويم المدارس وقياس أداء الطلاب وتقويم واعتماد البرامج والمؤهلات وتسجيلها. ويأتي هذا المؤتمر ضمن مقتضيات هذه المسؤولية، راجين أن يسهم في تعزيز اكتساب المتعلمين والمتدربين المهارات المنشودة في بيئات العمل المختلفة. ولا يخفى عليكم الجهود تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وجهنا ولي العهد رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل. نشكر ونحيي الشيخ خالد الجليل الذي افتتح هذا الاحتفاء بصوته بآيات عطرة من كتاب الله الكريم. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، حين تقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤتمرا تجمع فيه خبرات العالم وكفاءاته هنا على أرض السعودية، فإنها تقدم رسالة إلى العالم كله تخبره فيها أننا نسير إلى التميز وندعم التعليم ونطمح لمستقبل معرفي نثق أنه سيكون كأحلامنا مبتسما. وخلف هذا الجهد يقف أناس يفاخر بهم وطنهم، وفي مقدمتهم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود، الذي يلقي بين يديكم هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، راعي حفلنا هذا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، صاحب المعالي الدكتور مساعد بن عبد محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أصحاب المعالي أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، ضيوف المؤتمر من داخل وخارج المملكة الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنسوبيها نرحب بكم في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018، وباسمكم جميعا نرفع جزيل شكرنا وتقديرنا لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر الذي يناقش موضوعا مهما وحساسا لا يرتبط بالتعليم وتحسينه وتطويره فقط، بل برؤيتنا الوطنية الطموحة والمكانة المرموقة التي نريد أن نصل إليها. إن هذه الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود للتعليم ومؤسساته المختلفة أكبر حافز لنا للعمل الجاد والمستمر في سبيل النهوض بالتعليم والتدريب إلى المستويات المستهدفة. كما نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مهندس وراعي رؤية وطننا على كريم عنايته ودعمه حفظه الله للهيئة وبرامجها مما مكنها من أداء رسالتها في إطار رؤية المملكة 2030. إخواني وأخواتي، إن المتأمل فيما يتداوله المختصون والباحثون يجد أننا مقصرون في توظيف هذا الكم الهائل من المخزون والنقاش البحثي عند وضعنا علاج مشكلات التعليم وما يرتبط بها من نواحي التنمية. لقد شكل موضوع المهارات هاجساً ومساحة كبيرة في النقاش العالمي، وظهرت المهارات بمسميات كثيرة مثل مهارات التمكين ومهارات التوظيف ومهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات العمل ومهارات الحياة ومهارات النجاح ومهارات المستقبل. فهذا التعدد يدل على أهمية المهارات في جوانب العمل والحياة. فقد أظهرت الدراسة العالمية بياك التي طبقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول المهارات وجود ارتباط وثيق وإيجابي بمؤشرات إيجابية أخرى اجتماعية واقتصادية، مما يؤكد صحة تسميتها بمهارات النجاح في الحياة. فالخريج القادر على حل المشكلات الفنية قادر على حل المشكلات الاجتماعية والعملية الأخرى، كونه يملك أدوات حل المشكلات وتبسيطها، كما أن الشخص القادر على التواصل الجيد هو شخص قادر على الحوار الاجتماعي الإيجابي البناء. والأمر الذي لا يشك فيه اثنان أن هذه المهارات متطورة ومتحولة مع الزمن، ولكون أصولها وأساسياتها ثابتة ومتأصلة، لذا اخترنا تسمية هذه المهارات بمهارات المستقبل لنستشرف متطلبات البناء المستقبلي ولكي نؤصل طبيعة التجدد والتطوير بها. إن رؤية وطننا الطموحة 2030 والتي تركز على رأس المال البشري والبرامج التي انبثقت منها برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج الشخصية الوطنية ما هي إلا مسارات ضرورية لتحقيق التكامل بين مراحل التعليم من جهة والعمل والحياة من جهة أخرى. والمؤتمر اليوم ما هو إلا محطة لتشخيص واقعنا في موضوع تنمية المهارات واكتسابها، وسيكون بإذن الله ممكناً لنا في استعراض التجارب الناجحة والنظريات الموثقة، وسيكون بإذن الله مساهماً في تجويد العلاقة بين تعليم المهارة وتنميتها وتقويمها وقياسها. فكما قيل، الشيء الذي لا نستطيع قياسه لا يمكن إدراكه وإدارته والتحكم فيه. وفي الختام، الشكر الجزيل لكم سمو الأمير على رعايتكم حفلنا هذا
نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين. والشكر موصول لزملائنا في اللجنة الإشرافية للمؤتمر واللجان المختلفة، وعلى رأسهم أمين عام المؤتمر الدكتور فهد بن إبراهيم المقحم، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الله بن علي القاطعي. الشكر موصول للرعاة الذين ساهموا في دعم المؤتمر والمشاركة فيه، ممثلة بالشريك الاستراتيجي جامعة الملك عبد العزيز، والرعاة الألماسية شركة أرامكو السعودية وشركة تطوير التعليمية وبقية الرعاة. ولا يفوتني أن أهنئ الفائزين والفائزات بجوائز قياس لهذا العام، وأدعو لهم ولزملائهم بالتوفيق والمزيد من النجاحات والتميز، وأن يكونوا لبنات بناء متينة ونظرة في صرح بلادنا وللبشرية عامة. حفظ الله بلادنا وأعاننا على تحمل مسؤولياتنا، وحفظ لنا قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأدامهم قادة موفقين مسددين، وبارك في جهود كل مخلص على تراب هذا الوطن للوصول إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، يأتي هذا المؤتمر مقدماً لمهارات المستقبل وداعماً لتنميتها وتقديمها، وستشهدون عبر جلساته عرضاً للأفكار والنظريات والاستراتيجيات. ولكن ماذا عن الأرقام والإحصاءات؟ هذا عرض مرئي يضعكم في قلب المعلومة. المؤتمر في أرقام، التنمية وأساسها المتين نحو مستقبل مشرق، وإيمانا بدورها الهام وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي لتقويم التعليم بعنوان مهارات المستقبل تنميتها وتقويمها، وذلك من 26 حتى 28 من ربيع الأول لعام 1440 للهجرة، الموافق للرابع حتى السادس من ديسمبر 2018 ميلادية. ينعقد المؤتمر في مدينة الرياض بفندق الفور سيزن، ويستمر 3 أيام. المؤتمر يسلط الضوء على مهارة المستقبل التي تسهم في زيادة الفرص التنافسية في التوظيف المهني، من خلال عرض التجارب الناجحة في مجال التعليم واكتساب المهارات وكيفية قياسها، ويسعى في مختلف محاوره إلى مناقشة التوجهات المستقبلية لمهارات المستقبل، وتحفيز المؤسسات التعليمية والتدريبية وجهات التوظيف لتبني البرامج والآليات التي تنمي رأس المال البشري لتحقيق رؤية المملكة 2030. تناقش في المؤتمر عدة محاور، بدءا بالإطار العام لمهارات المستقبل ودور التعليم في إكسابها، ثم قياس المهارات والمنهجيات المستخدمة في ذلك، وصولاً إلى كيفية تطبيق المهارات في سوق العمل، وكذلك دور القطاعات التعليمية والتدريبية وقطاعات الأعمال في تطوير مهارات المستقبل على المستوى المحلي والدولي. ويتضمن المؤتمر 35 جلسة علمية موزعة على 3 جلسات رئيسية و12 جلسة متوازية، بالإضافة إلى 20 ورشة تدريبية، ويشارك فيها 60 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم. يغطي البرنامج العلمي في يومه الأول عدة موضوعات، من أبرزها مهارة المستقبل، ماهيتها، أنواعها، وكيفية تطويرها، تعزيز قياس مهارات القرن 21 في التعليم والبرامج الجامعية، نماذج التعليم سات، دمج كفايات ريادة الأعمال في التعليم، وطرق قياس المهارات. وتشمل موضوعات اليوم الثاني الإطار العام لمهارات المستقبل، المهارات لجيل 2030، تعليم واكتساب المهارات، تنمية مهارات التعلم في المناهج الدراسية، تنمية مهارات التفكير الشامل، تجارب الجامعات السعودية في تنمية مهارات المستقبل، تطبيق المهارات في سوق العمل، قياس المهارات،
ومهارات القيادة الفعالة في المؤسسات التعليمية. أما في اليوم الثالث فيغطي البرنامج تمكين مهارات المستقبل، الممارسات الدولية الناجحة في مجال تنمية المهارات وقياسها، تجارب الجامعات السعودية في تنمية مهارات المستقبل، التحديات التي تواجه تعليم المهارات وقياسها وقياس المهارات، تنمية المهارات في التعليم والتدريب، تنمية المهارات البحثية وتقويمها، بناء وتقويم الجدارات للقائد التعليمي، تنمية مهارات التفكير الإبداعي، تنمية مهارات الذكاء العاطفي. بلغ عدد المشاركات العلمية المقدمة في المؤتمر نحو 1300 مشاركة، حيث روجعت وحكمت كل مشاركة من قبل 3 متخصصين، وتم ترشيح 70 مشاركة علمية نوعية تتضمن 38 ملصقا علميا، 8 ورش تدريبية، 24 تجربة تعليمية متميزة. وامتدادا للتحصيل العلمي وسد الفجوة بين الواقع والتطبيق، يوجد ركن الاستشارات لتنمية المهارات في المؤتمر، كما خصص جناح لرحلة تقويم التعليم في المملكة للتعريف بجهود هيئة تقويم التعليم والتدريب، وركن للتعريف بمهارات المستقبل لتحفيز المؤسسات التعليمية والتدريبية وجهات التوظيف لتبني البرامج والآليات التي تنمي رأس المال البشري في تحقيق رؤية المملكة 2030. مهارات المستقبل، تنميتها وتقويمها. واستغلالا لتواجد سموكم، هيئة تقويم التعليم والتدريب تدشن هوية جديدة تواكب مرحلة تعليمية جديدة. أدعو الآن المشرف على الاتصال والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التدريب، لهيئة التقويم التعليمي والتدريب، الأستاذ نايف العبدلي للإعلان عن الهوية الجديدة للهيئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نغتنم فرصة رعاية سموكم لحفلنا هذا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لإطلاق شعار هوية الهيئة بحلته الجديدة، والذي يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 108 وتاريخ 14/2/1440 للهجرة، القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة واعتماد تعديل مسماها إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب. وسيواكب هذا الشعار المرحلة القادمة للهيئة، والتي ستكون بإذن الله محققة لآمال وتطلعات مستقبل الأجيال للارتقاء بمكانة المملكة إلى مستوى طموح قيادتها وآمال شعبها. والآن نستأذنكم سمو الأمير راعي الحفل بإطلاق الشعار. يكفي تكفي إشارتكم. من الهوية المؤسسية لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الفكرة الإبداعية للشعار مستوحاة من المزج بين العلم والتقنية الحديثة المتطورة. تم الاعتماد في هذا الشعار على الدمج بين مدلولات أشكال تدل على العلم والتقنية الحديثة المتطورة. وتعودنا على رد العطاء بمثله والمحبة بأضعافها، فإننا نستأذنكم يا صاحب السمو أن تتفضلوا بتكريم رعاة المؤتمر. جامعة الملك عبد العزيز، ويتسلمها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي. شركة تطوير للخدمات التعليمية، ويتسلمها سعادة الدكتور محمد القحطاني. شركة أرامكو، ويتسلمها الأستاذ أحمد محمد أبو راس. جامعة دار العلوم، ويتسلمها سعادة المدير التنفيذي الأستاذ نواف التويجري.
شركة تطوير لتقنيات التعليم، ويتسلمها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن صالح الشويعان. جامعة اليمامة، ويتسلمها سعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان. جامعة الملك فيصل، ويتسلمها معالي مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي. جامعة الأمير سلطان، ويتسلمها سعادة مدير الجامعة الدكتور أحمد اليماني. شكراً يا صاحب السمو. منذ 6 سنوات وجائزة قياس تحتفي بالمميزين وتوقد النور للطموحين والمجتهدين وتخلد في تاريخها وسجلها أسماء الناجحين. الجائزة تحتفي بأبناء وبنات الوطن وبأهل التميز والإبداع والتفوق في 4 مسارات: جائزة قياس للتميز البحثي والتطويري، جائزة قياس للتميز العلمي وهي خاصة بالطلاب والطالبات المتميزين في اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي، جائزة قياس للمدارس المتميزة، جائزة قياس للتميز العلمي للجامعيين وهي خاصة للطلاب والطالبات المتميزين في اختبار القدرات للجامعيين. والجائزة كانت وما زالت ستظل داعمة لمبدعي هذا الوطن ومحتفية بكل من جعل من التميز شعاراً ومبدأً ومنجزاً له. دعونا نحيي جميعاً الفائز بجائزة التميز البحثي والتطويري الدكتور كينغ كريس هان لتقديم فكرة موجزة عن بحثه. Thank you very much. It's been less than 24 hours for me to be in this city, but I have to say this has been the most exciting day in my professional life. And I had a chance to see the kiosk in this afternoon, and I was so surprised and impressed to see all these changes and innovations that you brought by kiosk. Also, receiving this award is really my great honor, and it's a speechless experience. And this award, KIAS award, is very special. Of course, it's special to me because I'm receiving it. But it's very special because, well, there are many different awards and programs in the world of educational measurement. And many of them focuses on theoretical work and academic work. I don't mean to really say theoretical and academic works are not important, but it is quite opposite, actually. Our field of educational measurement has progressed greatly, led by modern advances in theoretical work in educational measurement. However, at some point, I would say starting early 2000, the gap between the measurement research and real-world practice have been widened more and more. And the researches we often see these days are all about multidimensional models, cognitive diagnostic models, all these sophisticated psychometric models, while the actual real-world assessment tools we see these days are not very different from 20 years ago, well, except for KIAS. At some point, we scholars, researchers, psychometricians need to take a look back and be reconciled with real-world issues to tackle. We need to be more balanced between theoretical advances and practical applications. This KIAS award is one of a kind in this field because this award is specifically about cultivating and encouraging the balance between the research and practices and its values.
My work recognized by this award was about the new framework of developing multi-stage testing with intersectional routing, and it was implemented in a new assessment called executive assessment, which is an admissions test for executive MBA programs, and now it's accepted by more than top 60 programs in the world. And I really appreciate my colleagues and my organization, GMAC, for their full support and mission-driven dedication to the field of educational measurement. Lastly, I would like to express my sincere appreciation to KIAS and its great leadership, Prince Dr. Faisal Mashari, for their dedicated support and generous contribution to the field of educational assessment, not just in Saudi Arabia, but all across the world. We are in this together, and best part of working in this field, for me at least, is along this noble journey of making the world better, you get to make great friends. And I can see this is already happening. So thank you very much. Shukran Jazilan. والآن نستأذنك يا صاحب السمو أن تتفضل بتكريم الفائزين بجائزة قياس للتميز في جميع مساراتها، وتسلم تكريم الفائزات الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي. جائزة قياس للمدارس المتميزة لعام 1439، ثانوية أجيال المواهب الأهلية بالخبر، ثانوية مدارس الظهران الأهلية للبنات بالخبر، مدرسة الفيصلية الثانوية بجدة، ثانوية مدارس الجامعة الأهلية للبنات بالخبر، ثانوية الجامعة الأهلية بالمنطقة الشرقية بالخبر، مدارس منارات المدينة المنورة الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية الفلاح الأهلية بمكة المكرمة، ثانوية الأنجال الأهلية بالأحساء، ثانوية منارات الرياض الأهلية بالرياض، ثانوية الفهد الأهلية بالرياض، ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، ثانوية تحفيظ القرآن الأولى بالهفوف بالأحساء، ثانوية مدارس الظهران الأهلية بالخبر، الفائزين بجائزة التميز العلمي لعام 2018 للجامعيين. الطالب حسام محمد بادريك، الطالبة العنود سعيد الشهري، الطالب خالد سعيد الشهراني، الطالبة بسمة سلمان الجردان، الطالب رايد وصل الله، الطالبة شيم إبراهيم القزلان، الطالب عبد العزيز زياد، الطالبة هيا حسن خالد الخطيب، الفائزين بجائزة التميز العلمي لعام 2018 للمرحلة الثانوية: سالم علي السقاف، الطالبة إيثار عبد الله البركات، الطالب عبد الإله سالم الخميس، الطالبة بسمة زكي الغانم،
الطالب عبد الرحمن سلطان العنزي، الطالبة بيان طاهر النفيعي، الطالب فياض محمد إبراهيم الخليفة، الطالبة تسنيم وليد برغلة، الطالب فيصل فهد عبد الله آل سلوم، الطالبة دعاء يعقوب الغراش، الطالب محمد عبد الوالي اليحيى، الطالبة سارة باسل، الطالب محمد قطب إبراهيم، الطالبة فاطمة حسين شيقري، الطالب محمد نايف السيد، الطالبة ليان بندر الملا، الطالب محمود عمرو حسين، الطالبة هناء ذيب القحطاني، الطالب مشاري علي عتيق الغامدي، الطالبة إيثار صالح الفوزان، الطالب ياسر عبد المحسن الزلباني، الطالبة أنوار مشاري الجغيمان. الآن مع صورة جماعية مع راعي هذا الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر. نبارك لجميع الفائزين والفائزات. هذا إهداء مقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى راعي هذا الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لتشريفه هذا الاحتفاء. شكرا لكم يا صاحب السمو. شكرا لك يا صاحب السمو على تشريفك هذا الاحتفاء. نبارك للفائزين ونشكر من حضر وشرف وشارك، وكل عام والوطن والتعليم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.